بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأستحل بهذا البلد ووالدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ فاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مضربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة.